السلام عليكم ورحمة الله. معكم أجل الخضر، كاتبة العامة ديال جمعية الأمل لتنمية الشباب. حنا جد سعداء بتواجدنا في هذا المركز تاع حماية الطفولة. السلام عليكم، معكم رجاء الطايري رئيسة جمعية الأمل لتنمية الشباب. حنا اليوم كنتواجدوا في مركز رعاية وحماية الطفولة، كنحيوا حفل بمناسبة عاشوراء. صراحة حنا جد فرحانين حيت فاش كترسم البسمة على وجوه هاد الوليدات حتى انت كتفرح. وفي الاخر كنبغي نشكر جميع اعضاء الجمعية ديالي اللي ساهموا سواء بالقليل سواء بالكثير، وجميع الجمعيات اللي مساهمين في تنظيم هذا الحفل هذا. السلام عليكم ورحمة الله. صبرك جليل رئيس الجمعية المغربية اللي هو تلمش من محبي الطبيعة. حنا تنتواجدوا في مركز رعاية الطفولة في مراكش مسيرة، في هذا الحفل الخيري، الحفل المتميز اللي نظمت مجموعة من الفعاليات الجمعوية من خارج أرض الوطن ومن داخل أرض الوطن. وتنتمناو باش هاد الوليدات هادو هاد البنيات اللي محتاجين لنا ومحتاجين لهاد البادرة، محتاجين مثل هاد البادرة هادي، تنوهوا بالمجتمع المدني اللي عاطي اللي تيهتم بهاد الوليدات هادو وتيهتم بهاد البنيات هادو اللي محتاجيننا. وتنتمناو لهم مستقبل زاهر ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتنتمناو باش تكرر هاد المبادره تتكرر ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا للجميع، شكرا كاع اللي ساهم في هاد العمل الخيري الجاد. السلام عليكم، معكم فاطمه الزهراء زرابا رئيسه جمعيه الاتحاد النسوي للكوتشين، مدربه في التنميه الذاتيه وتطوير المهارات. سعيده جدا بالالتقاء معكم وبهاد الوليدات هاد الاطفال. كنشكر بزاف جمعيه الامل لتنميه الشباب وجمعيه الرحمه. انا جافي بارتي المجموعه قلوب رحيمه. كنشكر جميع يعني المنخرطين والفعاليات اللي هما شاركوا في هذا النشاط اللي هو اكيد غادي يكون، يعني كنتمناو من خلاله انه ندخلوا واحد الفرحه على هذه الفئه من الوليدات، سواء الاطفال اللي هما من الجنس الذكور، وكاين بنيات اللي هما فريمون محتاجين لهذه الالتفاته، محتاجين على اننا نحسهم اننا دائما معاهم، انه راه كنشوفوا فيهم وليداتنا وبنياتنا كل واحد وشنو الضعف اللي هو يعني وصلوا لهذا المركز هذا. وبالمناسبة كنشكر حتى المديرة ديال هذا المركز وعلى الأطر كاملة اللي سهر على هذا النشاط. وكنشكر الأخوات عضوات مجموعة قلوب رحيمة على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها، وعلى يعني التفاعلات ديال الإخوان، الفعاليات المجتمع المدني اللي تضافرت الجهود كاملين والحمد لله. أنا سعيدة وسعيدة جدا على أنني يعني كنتواجد مع هاد الناس هادو، وكنتمناو يعني الرسالة اللي بغينا نوصلوا على أنه بالتضامن والتعاون كيمكن لنا نحققوا بزاف ديال الأمور. وكنتمناو التوفيق إن شاء الله للجميع، وكنتمناو يعني واحد الاستفاده اللي تعم هذه الفئه خاصه اللي فريمون محتاجين لهذه الالتفاتات، اللي كنتمنوا انه تعاود مرارا وتكرارا ان شاء الله. بركاته، معكم الاخت لاله حليمه بوستال كاتبه العامه لجمعيه مؤازره بثمان صورت، مؤسسه مجموعه قلوب بيضاء رحيمه. فرحانه والله الا فرحانه، يعني حتى الكلمات تتلاشى على هذا الحفل الخيري اللي ان شاء الله غنقوموا به بشراكه مع جمعيه الرحمه وجمعيه الامل. يعني واحد الانجاز اللي كنا بغينا نديروه بحكم الغاء نتاع عيد العرش، قررنا نديروا حفل نتاع عاشوراء، وبغينا نحييو هاد التراث نتاع عاشوراء، وبغينا هاد الفئه نتاع هاد الاطفال يعرفوا هاد القيمه نتاع هاد التراث نتاع عاشوراء. عندي واحد الشكر خاص كنوجهو لرئيسه جمعيه الرحمه حياه الباروطه بنتيا البلجيكيه، اللي دائما هي السند في الانشطه اللي كنقوموا بها لا اجتماعيه ولا صحيه، دائما كنلقاوها راه هنا الاشاره، وكنوجه لها التحيه من هذا المنبر، وكنقول لها شكرا والف شكرا على الدعم ديالك في اي نشاط وفي اي حاجه طلبناها فيها ما تترددش.